الصيف من الفصول المفضلة عندي، خاطش نحس روحي نلقى راحتي فيه في تنسيق الملابس. بما انه زهرة تحب الازهار ونحب اللي غوب ونحب ذاك، على بالكم الالوان الفاجة والسعادة والفرحة والهناء. الوغ الصيف نحس روحي نلقى عندي اتساع، نلقى عندي يعني مجال واسع للاختيار تاع الملابس، ونولي نهبل على شيئين اكثر من ما كنت هابله في العام. يعني انا دائما في كاع العام عندي مرض يسموه هو الطلب من شيئين. بصح في الصيف خطرات ندير في اسبوع ندير زوج طلبيات، تلمو اللي نحب بزاف لي غوب ولي بيجاما. دوك نبارطاجي معاكم واش كومونديت صاك هذا عمر حوايج الصيف. يلا نشوفهم كيف كيف. نبداو بالبيجامات، يلا نبداو بالبيجامات. شوفوا لي اللون، شوفوا لي اللون. شحال من خطره نشكر لكم بيجامات تاع شيئين، واغلب اغلب اغلب بيجاماتي اللي دائما تسقسوني عليهم ونصور بهم دائما فيديوهات وروتينات وريلزات في الانستغرام، ودائما تشوفوني لابستهم، اغلبيتهم طلبتهم من شيئين. وفي كاع الفيديوهات اللي فاتوا نحط لكم الروابط، هذه رايحه نحط لكم الرابط تاعها. شوفوا تشين تشين والماء بالعين. يا عمري يا عمري يا عمري على الالوان والازرق. القماش تاعها شحال بارد شحال حنين. شوفوا لي اللون، شوفوا الازهار، البهجه 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 والسعاده، البهجه مون امور. شوفوا جايه هنايا فيها لي فولون، والتيسيو تاعها جاي خفيف، جاي واش نقول لكم، جاي رايح للكريب. بصح ماشي كريب هذاك اللي قلق في اللي كتلبسيها على لابو تاعك يقلقك، نو هذا كريب شغل كريب. بصح حنين حنين، التيسيو تاعها بزاف حنين. دوك نحط لكم فيديو هنايا تشوفوا كيفاش، ولا او فيديو او تصويره، ما علاش راح نحط لكم. المهم راح نخير اونتر تصويره وفيديو نحط لكم هنايا باش تشوفوا النظره كيفاش جاتني. سينو اللي راكم حابين تشوفوها بيا ادخلوا الانستغرام، راني ندير فيديوهات بهم ريلزات يبانوا اكثر لي موديل كي نلبسهم وكلش. انا دائما ندي طاي الف لي بيجاما باسكو نحبهم يجوني عراض، دونك دائما نزيد انا دوريجين نلبس ام، بصح دائما ندي طاي ام باش تجيني شويه اوفر سايز، نحب نكون مرتاحه في البيجاما في الدار. الو دائما ندي طاي ال، ونصيحه دائما ندو مقاس اكبر من مقاسكم بدرجه. يعني باش رايح نحط لكم الروابط تاع هذه الاغراض اللي راني نوري فيهم في صندوق الوصف، ما تنسيش تشوف في صندوق الوصف، وهذا كود الخصم وهذا كود البحث. كود البحث راح يسهل عليك عمليه البحث، يعني مجرد انك تكتبيه في البحث يخرج لك كاع هذه الاغراض اللي طلبتهم، وكود الخصم راح يدير لك خصم على الاغراض اللي رايحه تطلبيهم من شيئين. عمرتها بيجامات على بالي بلي تموتوا على البيجامات. البيجامة الثانية برعاية ذا كورنيط. ذا كورنيط جادو، انا نموت على البيجامات هذو اللي فيهم الغرابة والعجابة، انا نحبهم. وشوفوا لي اللون نتاعها كيفاش، لون صيفي لون صيفي. هذه البيجامه غير تلبسيها تحسي بالانتعاش، انتعاش حيويه نشاط نتلا. والتيشي تاعها ما نحكي لكمش، القماش تاعها بزاف بارد قطني، مرتاحه بزاف. ديتها اوفر سايز هذه البيجامه، ديتها من لامارك دايزي اللي دائما نشكر لكم فيها ودائما نطلب منها، يعني ما كاش طلبيه درتها وما تكونش فيها ما يكونش فيها دي زارتيكل من دايزي، لازم نكوموندي دايزي. شوفوا الاوفر سايز تاعهم بزاف هايل، يعني اوفر سايز اوفر سايز كيما هذوك تاع كوريا الاحلام مدينه الاحلام. هذا لو بيل تاعها وسروالها ثاني يجي طويل وعريض، بزاف مرتاحه تحسي روحك بزاف فيها مرتاحه. دونك نحط لكم تصويره او فيديو هنايا باش تشوفوا لو غوندي كيفاش جاتني. وذا كورنيط لا غالب عندي عشق البيجامات. الموديل الثالث موديل ملكي فيكتوري بوامي رومانسي جميل. شوفوا لي هذاك الزين، شوفوا لي هذاك الزين، شوفوا هذا البيجامه شحال شابه. هذه لا شيميز تاعها تجي قمجه من فوقه، شوفوا الالوان
هي بزاف شابه. هذه تشبه بزاف البيجاما تاعي اللي دائما تسقسوني عليها. هذيك البيجاما في الساتان وهذه في الكريب، هذه في البوليستير، هذه لا ماتيير تاعها بوليستير والاخرى لا ماتيير تاعها الساتان، جايه تبريي واللون ماشي كيف كيف ثاني الاخرى، يعني متغير شويه في اللون بصح نفس الموديل، يعني نفس نفس الفايبس، فايبس فيكتوري، فايبس ملكي، فايبس رومانسي، فايبس هكذا انوثي، الانوثه يا حلوه الانوثه. هذا سروالها ثاني فيه من تحت ثاني فيها في تشرشيف من تحت، بزاف هايله عجبتني بزاف. حط لكم الفيديو تاعها هنايا كيفاش جاتني، او الصوره مازال ما درتش المونتاج يعني واش حطيت لكم هنا شوفوا، ولا بغيتوا تشوفوا بالتفصيل ما تنساوش تشوفوا الانستغرام تاعي شانيز ياس، نحط لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، وهذا هذا كود الخصم، ما تنسيش ديريه كي ديري طلبيه تاعك باش ينقصوا لك من المبلغ تاع طلبيه. ما هذا ما هذا يا نعيمة؟ هذه واحدة الحاجة حسيتها بزاف لازمني، خاصة في الصيف، الصيف جا ولي غوب جاو والعرس جاو والرشاقة جات والأناقة جات، وأنا بكل صراحة والحق ولله الرشاقة والأناقة هربت لي في الشتاء، دونك لازم لي لاجين لاجين سيدتي باش ندخلو على الليطة ونبانو مسلسين. اختي لازم نخديع، الا ما قدرناش نديرو سبور نديرو الريجيم بلاكان. واول مره رايحه نجرب ليغان تاعكم تاع شين، رايحه نعطيكم رايي فيها في الانستغرام في ستوري الانستغرام بعد ما نجربها ونشوفها اذا كانت كومفورتابل او لا، يعني هي راهي حسب على حسب الشوفه راهي كونفورتابل، ولكن حتى نقيسها ونشوف ونلبسها ونقعد بها ونعطيكم لا كاليتي تاعها ولا ماتيير اسكو كونفورتابل واسكو مليحه او لا. في سياق موضوع الاناقه والرشاقه واللياقه البدنيه، هي اكيد شريت لاجين باش نكاموفلي الشحومه الشريره، ولكن ما يخفاش عليكم باللي قررت قرار صارم باللي رايحه نبدا سبور، وهذه لا بروف، يعني راني بديت سبور ماشي رايحه نبدا سبور، بديت سبور. الناس اللي تبعوني في الانستغرام على بالهم بلي راني ندير سبور زوج خطرات في السمانه كارديو لمده 10 دقائق غير باش نعاودو نروبرونيو، بصح قلت نكمل الموتيفي روحي بالحبل وشريت حبل غوز فيه الانوثه باش نجلب طاقه الانوثه، خاطش هاد الايامات راني حابه نجذب بزاف طاقه الانوثه، حسيتها خاصتني، حسيت راحي رايحه نولي جمال، دونك شريت كوردا غوز نجري بها نصوطي بها باش نذوبو الدهون الشريره ناعمه. وكيما على بالنا الصيف جا والبحر جا وخلا دار الزهر ما كاش، الوغ شريت في الغوز دايما كعبه نتاع البحر. علاش عجبتني؟ باسكو جايه فيلي، جايه فيلي، دونك كي ترفديها اذا تخلك التراب اذا تخلك الرمل، على بالنا بلي الرمل في البحر يتبعك حتى يخلص، حتى تخلص لا سيزون يتبعك، الحبه الاخرى تخرج في سبتمبر تاع الرمل، الا رحتي للبحر نهار الحبه الاخرى تاع الرمل تقعد تابعتك حتى سبتمبر باش تخرج. الوغ شريت هذيك باسكو جايك شغل شبكه، دونك كي ديري فيها الحوايج كي ترفديها تنفضيها يسيح منها كاع الرمل اللي فيها. وفيها ثاني لداخل هذه نتاع النيلون، تجيب نتاع النيلون، دونك الا راكي حابه تحطي كاش حاجه ما كيش حابتها تتشمخ، تليفون، نواظر، قرابج، اكي على بالك تحطيها هنايا باش ما تتشمخلكش، والسرابت وهذوك الحوايج اللي يرفدوا الرمل تحطيهم هنا وتنفضيها ديريكت يهبط الرمل ويبقاو الحوايج نقيين. شفتها في الغوز باش نروحو نديرو الفاكونس. هذا البلازر المينيماليست اللي يمشي مع كلش، تقدري تلبسيه مع لي غوب، تقدري تلبسيه مع لي تيشيرت سراول، تقدري تلبسيه مع لي جيب، اون بليس لا ماتيير تاعو لا صيفي بارد خفيف ظريف، ومام لا ديكور تاعو واو جميل 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 بزاف راقي، عجبني بزاف، قلت لازم 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 نكوموندي هذا البلازر، وبزاف خفيف يعني صيفي، حتى المحجبات يجيهم هايل تقدروا تلبسوه ف
في الصيف مع دي غوب او كذا اوتفيت. اخر شيء واجمل شيء هذا البراند من شين، واو رقي أناقة. هذا البراند كومونديو منه وعينيكم غامضين، ما تهدروليش كاع على لاكاليتي. اذا كومونديتي حاجه من هذا البراند وما جاتكش كاليتي ارواحي ليا سبيني في التعليقات. اول مره كومونديت من عندهم كومونديت ساك، كنت شاركته معكم في التعليقات وكنت بزاف ساتيسفيت بالكاليتي. وهذا الخطره كومونديت ساك وكومونديت صباط ثاني كواليتي واو رقي رقي، حتى لي موديل اللي عندهم حاجه بزاف واو، حاجه خطيره خطر خطر. هذا الخطره كومونديت غوب، وغوب واش من غوب لا كلاس. شوفوا اصلا ديجا كيفاش راهي لومبالاج تاعها، كيفاش شايفين عنايه، دايرين عنايه واخذين عنايه في لومبالاج. شوفوا حتى الكاغط تاعها مكتوب فيه موت لو بروفيسيوناليزم، راهو هنايا. لا راهو هنا لو بروفيسيوناليزم، الكاغط بالموت والحاله حاله ولا كارت فيزيت تاع موت هو خلايا خلايا، وحتى اللي تيكات مكتوب فيها موت، تما حاجه فريمون واو عن جد واو. شوفوا 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 الفخامه تاع هذا لاغوب، شوفوا الفخامه، شوفوا اللون، شوفوا اللون، شوفوا يديها كيفاش مخدومين. شوفوا ما تهضروليش على الكاليتي، هنا ما تقدريش تناقشيني في الكاليتي نعيمه. شوفي شوفي لا دوبليغ كيفاش مخدومه، شوفي لي بوتون، شوفي الداخل كيفاش واو. تحمست باش نلبسها، تحمست تحمست تحمست. هلا غوب رقي، الرقي يتحدث. هذا لاغوب سيتادير الرقي يتحدث، ما عنديش كيفاش نوصفها، هذه الرقي اون بيرسون. شحال ثقيله لا ماتيغ، تو سون بلي حاجه دو كاليتي، تو سون ديريكت. موت بغيتي حاجه كاليتي كوموندي من موت، رجعي لي الخبر نعيمه. حط لك هنا الفيديو الاخير تاع هاد لاغوب باسكو ما نقدرش ما نوريلكش كيفاش جاتني، عجبتني بزاف يا عمري والقالب غالب. بيان سير انا اللي عجبتها نعيمه، نشكر روحي نشكر روحي نشكر روحي، ما لعبتش تشكريني انت على بالي. جاب لي ربي جامي شتوني لابسه الازرق سعاني، كي شتيني لابسه الازرق سعاني. واش رايك نعيمه؟ خلي لي رايك في التعليقات. وبهذه نكونوا لحقنا نهايه الفيديو. نسيت حاجه، كاع لي زارتيكل كاع الروابط تاعهم راهم في صندوق الوصف، كل شيء نحط لكم في صندوق الوصف. وبهذه نقول لكم سلام ويا من عايش، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. ايا تشاو.